خلصت؟ بتريدي شي كمان؟ يا سلامتك. صحيح امبارح حكت معي جارتنا بديعة، مرامي اللي ساكنة تحت. ايه عرفتها. قال بدها وحدة تمر لعندها كل يوم الصبح وتزبط للبيت. شو رأيك؟ الصبح ما فيني، بتعرفي اني موظفة؟ طيب بتعرفي لك شي حدا؟ معلوم، في عندي وحدة بنت حلال ومرتبة. عظيم، أصبح بتجيبيها بكرة معك حتى نشوفها، وأنا هلا بخبرها. إن شاء الله، بخاطرك. الله معك حبيبتي. اشتغل بسرعة لأنه على هالحسبة بشهرين زمان ما بيصفى معي النقلة. أمي وين هذا القميص اللي جبتي لنا اياه؟ وعلى اساس مانك بحاجته؟ ايه مالي بحاجته. قومي هدى اعطينا اياه. ايه على عيني. تسلم ايديك. شو؟ شلون شايفتي؟ بجنن، بس القالب غالب. شو بكي انجلقتي وزني شوي؟ ما صدقتي على الله ايمتى الواحد يسألك؟ نعم. معلش يا حبيبتي تحبني شوي، هو سعيد دفيش بس قلبه طيب. الله يسعدو يسعدو. تعا أمي تعا. سكر. الله يسعد هالمساء يا رب. أهلين أخي مساء النور. ليش هيك عم تصفني فيني؟ ما في تفضل فنجان قهوة كاس شاي. يمكن ما عرفتيني أنا تحسين ابن أم تحسين، حرم المرحوم أبو تحسين. أخي وين بدي فوتك أنا؟ يعني وين بدي فوتك لعنيد؟ أنا مرة عايشة لحالي، يعني ما بيصير فوت رجال غريب لعندي. أي أنا رجال بس مو غريب. أنا جاي أطلبها لإيدك على شيل إيدك روح نضبي أمك. يلا شبك هيك عم تعيطي علي فوق ما دينك بحضننا عم تنفي بدلنا؟ زيح عن طريقي عم اقول لك. ام تحسين تعي طبي ابنك عني. تعي اطلبي لنا ايدها. خوفتيني ليكي شو عم برجوف انا. اوه خايف انا ام تحسين. تعي لعما شو قليل الادب. لا انا بصير قليل التربايه. تعي طبي ابنك عني. انت شو عم تساوي هون؟ خلص في دار بتطلعي لفوق. مشي قدامي يا مشي قدامي يا هاتي. اسمع على غير مسوره بعرض دائما. اسمع بتطلبي ايدها للمسوره. الله لا يوفقك، الله يغضب عليك الهي. امين لك امين يا رب العالمين. امين. الله يغضب عليك يا حق. ماشي الحال. الصباح صباح يا كلبي يا واطي. قربنا نوصلها. بعيده القرنه شوي بس حلوه كثير. حلوه ايه والله. شوفي هون عند الدرجات. عم عزبت معي كثير حبيبتي. عذابك راح. هلا بقى تقولي هيك
شايفة حبيبتي؟ أنا رح أشتغل بالبيت يلي فوق، وأنتي رح تشتغلي بهذا البيت يلي تحت. أنتي على طول فوق، بتعرفي ليش؟ ليه؟ لأنك ملاك. حبيبتي تعي لأنك تحت. أهلين وسهلين أم تحسين، أهلين عيوني. أهلين فيكي. هي اللي حكيت لي عنها ست غادة ما هي؟ إيه هي هي وداد. تفضلوا تفضلوا. أنا ما فيني ضل، بدي روح على المستشفى على شغلي. طيب رفعان ما راح أخرك. وداد ما هي؟ إيه. فوتي حبيبتي فوتي بنتي، المطبخ عشمال. أم تحسين الله يرضى عليكي بس انطريني شوي. حاضر. تحسين ما في شيء من واجبك. لا والله ما باخذ. حلفت بالله لا 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 ما باخذ. والله بزعل منك تحسين هذا ضايقيني. كل شيء الا زعلك. الهي يخلينا اياكي حبيبه قلبي. يطول بعمرك يا حق. الله يرضى عليك. الهي يا بنت اهلا وسهلا. الله معك الله معك. والله يا سمية مثل مالي عم قلك، راحوا بالسر وما خبروا حدا. لا لا تخافي ما يكون لك فكرة، مصيره يرجع لك بعدين. دخيلك انت حلوة بتاخدي العقل، وقلب سيدك ببوس ايدك. لا خلصينا على التليفون وفضينا بقى. طيب طيب هلأ برجع بحكي معك بعد شوي. اجا رمرومة قلبي. ايه ابني رامي. يلا الله معك. مين اللي بضيطينا والله؟ شو بده رمرومة قلبي الحلو؟ بدي 500 ليرة على الحارك. يوه لسه مبارح عطتك 500 ليرة؟ شو عم تعمل بالمصاري ماما؟ هدول لازم يكفوك 3 أيام. يعني شو بدي ساوي فيها يا ماما؟ كنت أنا ورفقاتي ودفعت عنهم، شو بدك يعني اطلع صغير قدامهم؟ بس حبيبي هلا لا تبسبسي لي، أعطيني 500 وخلينا رايقين. تكرم عينك، أنا كم رامي عندي؟ بس يكون بعلمك لازم تكفيك لآخر الأسبوع. مرحبا يا جماعة. أهلا وسهلا. كيفكم؟ ماشي الحال. يلا بدكم شيء؟ أنا رايح. وين رامي بيه؟ وعد رفقاتي تأخرت عليهم. هلا رفقاتك أهم من أهلك؟ روح ماما روح، هذا أبوك جاي عبالي يتسلى معك. شو عمي غدا؟ حاكم أنا ميت من الجوع. والله لسه الأكل ما صار. شو رأيك تشرب فنجان قهوة؟ قهوة على جوع؟ إيه مشان تاكل أكثر. أمرنا لله. يا وداد وداد. نعم مدام. اعملي لنا فنجان قهوة الله يرضى عليكي. حاضر. كيفك اليوم؟ مثل امبارح. بشو صف نامي خانوم؟ لا ولا شيء ابدا ما في شيء. طويت الغسيلات مثل ما قلت لك؟ ايه طويتهم وحطيتهم بالخزانة. وليفتي الحمام؟ ليفته كتير منيح. اصحي تكوني يا سيدي الفرن من جوا. هي أول شغلة ساويتها. طيب طالما خلصتي بتحملي حالك وتطلعي على السقيفة، بتنزلي كل المطربانات تبع المونة، بتفضيهم وبتليفيهم وبتنشفيهم، وبترجعي كل المونة عليهم، ولا تنسي تشطفي الأرض تبع السقيفة كلياتها بالمي والصابون والكلور. ماشي؟ حاضر. يلا اشتغلي. امي مشان الله كله بدون ما تهرهر. والله نهد حيلي من الصبح وانا بالتعتير والشغل. امي مشان ما في مدارس؟ شلون يعني ما بتكون في مدارس؟ في 100,000,000,000 مدرسة. انا عم بسأل امي انت امي شي؟ شو بدي ساوي لك إذا أنت مثل الأعمى ما بتشوف شيء؟ أمي ما بدك تحطيني بالمدرسة؟ لكان يا روح أمك. أمتى؟ إن شاء الله السنة الجاية. السنة هي تأخرنا. بعدين بدي أشتري لك شنتاية وصدرية ودفاتر وإقلام، بس بدي إياك تطلع شاطر. ها وأنا شو؟ وأنت كمان. ماما أنا حطيني بالصف الثاني بسرعة عشان أخلص المدرسة بسرعة. وليش بدك تفوت على الصف الثاني دغري؟ مشان صير دكتور ان شاء الله. انا بدي فوت على الصف ال14.
لكن ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم باعلى المراتب يا رب. كلوا امي كلوا.